السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس قرطاج الدولية ترحب بكم. اليوم سنتداول فيما بيننا الدرس الثاني من وحدة الصوت، وسنتعرف على جل ما يتحدث عليه. كنا قد بدأنا في الدرس الأول عن معنى الاهتزاز وتكلمنا عنه. ما هو الاهتزاز؟ من يذكرني به؟ هو حركة الجسم ذهابا وإيابا. وهل يصدر الصوت من دون اهتزاز؟ مؤكد لا، يجب أن تهتز المادة لكي يصدر صوتا. وقد تطرقنا لأنه ما هو الجزء المسؤول في جسم الإنسان عن إصدار هذه الأصوات؟ نعم، هي الأحبال الصوتية. اليوم سنتكلم عن المواد التي ينتقل فيها الصوت. بداية سنقوم بعدة تجارب، وأساس هذه التجربة هي الطاولة. سنضع أذننا على الطاولة كما تضع هذه الفتاة، وسنقوم بإمساك أي مادة صلبة، قلم أو ممحاة أو حتى إصبعك، ونقوم بالطرق على هذه الطاولة. ماذا تسمع؟ اسمع صوتا. إذن يعتبر القلم مادة ماذا؟ صلبة أم سائلة أم غازية؟ نعم، يعتبر مادة صلبة. إذن هل ينتقل الصوت عبر المواد الصلبة؟ نعم ينتقل. سنجلب الآن كيسا من الماء، كيس، ونضع فيه قليلا من الماء، ونضع أذننا على هذا الكيس قريبين من الطاولة، ونطرق من الأسفل. هل سيصدر صوتا أم لا؟ هكذا كما هو مبين في هذه الصورة. نضع رأسنا على الكيس الموجود على الطاولة ونطرق أسفل الطاولة. هل انتقل الصوت خلالها أم لا؟ طرقت أسفل الطاولة بالقلم وسألنا، هل سمع صوتا؟ هل سمعتم صوتا؟ هل انتقل الصوت في الماء؟ أي أنه عندما وضعت أذنها على الماء، هل انتقل الصوت في الماء؟ إذا انتقل الصوت في الماء، فهل ينتقل الصوت في المواد السائلة أيضا؟ في المواد الصلبة والمواد السائلة؟ ونحن أيضا أخذنا في الدرس الأول أنه ينتقل خلال المواد الغازية وهو الهواء، كما أنا الآن أسمعك وتسمعني. انظر هنا إلى مقطع هذا الفيديو الذي سيتحدث لك عن الوسائط والمواد التي ينتقل من خلالها الصوت. إذن ما هي الوسائط التي ينتقل بها الصوت؟ نعم، ينتقل في المواد السائلة والصلبة والغازية. السائلة مثل الماء، والصلبة مثل الطاولة، والغازية مثل الهواء. هيا بنا نقوم بحل السؤال الموجود في الدرس. يقول لنا بدي أن أتعرف على الوسيط أو المادة التي ينتقل فيها هذا الصوت. سماع صوت الأذان دليل على أن الصوت ينتقل فيه. إذا أردت أن أسمع صوت الأذان، فالصوت ينتقل في المواد السائلة أم الصلبة أم الغازية؟ لنرى إنه ينتقل في المواد الغازية وهي الهواء. سماع صوت دقات الساعة الموضوعة تحت الوسادة،
عندما تضع أذنك فوق الوسادة دليل على أن الصوت ينتقل في المواد ماذا؟ أحسنت، في المواد الصلبة. أنت رائع. سمع غواص صوت محرك السفينة دليل على أن الصوت ينتقل فيه هو داخل الماء، وسمع محرك السفينة، إذن هو في أي وسيط انتقل؟ نعم، عبر المواد السائلة. سمع صوت الرعد دليل على أن الصوت ينتقل فيه صوت الرعد في السماء، أنا سمعته أنا بداخل البيت، إذن ما هو الوسيط الذي أنا أقوم بسماعه؟ نعم، هو المواد الغازية أو الهواء. وبذلك ما هي الوسائط أو المواد التي ينتقل فيها الصوت؟ المواد الصلبة والمواد السائلة والمواد الغازية. مثال على المواد الغازية ماذا؟ الهواء. مثال على المواد الصلبة؟ الطاولة، القلم. مثال على المواد السائلة؟ الماء. وبذلك نقول قد أنهينا الدرس الثاني من وحدة الصوت. دمتم سالمين.